تتميز الجزائر منذ القدم بتنوع ثقافاتها الموسيقية وتعددها، ولكل منطقة في الجزائر موسيقى مميزة يعتمد عزفها على آلات موسيقية مختلفة. الموندول آلة موسيقية وترية من أصل جزائري، كان أول استخدام لها في الثلاثينيات من القرن الماضي بالجزائر العاصمة قبل أن تنتقل إلى طبوع أخرى مثل الموسيقى القبائلية. القصبة آلة موسيقية نفخية تقليدية من أصل أمازيغي، تستخدم بشكل رئيسي في موسيقى العلاوي التقليدية بالغرب الجزائري والقطاع الوهراني والهضاب العليا. الإمزاد آلة موسيقية تقليدية عند قبائل الطوارق الهجار، يكون استخدامها مشتركاً بين المرأة والرجل، حيث أنها تعزف وهو ينشد الأهازيج الزجلية المرتبطة بتقاليد وعادات الطوارق. الجومبري اسم أصله يعود للطوارق، وهو آلة موسيقية وترية قديمة وتقليدية خاصة بموسيقى الديوان، يصنع أساساً من الحطب ومغطاً في جهة العزف بجلد الإبل. الجويترا وتسمى أيضاً العود الأندلسي، آلة موسيقية من الآلات الوترية ومن عائلة العود، يشيع استخدامه ويكاد ينحصر في الجزائر وبمنطقة تلمسان. البندير آلة موسيقية إيقاعية مستعملة في المغرب العربي، يستعمل خاصة في الغناء الصوفي والمديح، وتصنع في غالب الأحيان من الخشب وجلد الماعز. آلات موسيقية متنوعة تستخدم في مختلف الأنماط الموسيقية التقليدية الجزائرية، يعود ظهورها إلى قرون مضت، إلى أنها لا تزال تستخدم اليوم وتمثل جزءاً من التراث الوطني الثري.